صباح الخير. شوف من وياي على اللايف اليوم، اشوفكم الاجواء. صباح الخير. مرحبا من ويانا. هلا، ننتظر الناس تتجمع، سوينا فد لايف سريع. حبيتكم واشتاقيت لكم هواية، من زمان أنا ما موجودة. جنات النعيمي، صباح الخير. صباح صباح ورغد وسيام، فاطمة، هلا هلا، شلونكم؟ أشوفكم الأجواء، هذه الأجواء المطرية، شتاء شتاء الإمارات اليوم بالشارقة. هاي الأجواء، نحتفل سويا بالشتاء، أول مرة نشوف المطر بالإمارات اليوم، يعني قصدي هذا أول يوم بالشتاء عندنا، مو أول مرة. وبشر الصابرين، صباح الخيرات. شام، رجاء، صباح النور. ريم، صباح الفل حبايبي. خالد المطرق المطلق، نايس دكتور، يو ماي فريند، يس ثانك يو. سانديب جورجار، هلو، صباح جميل عليكم أصدقائي الأعزاء. نوسة نوسة، مرحبا. عطر الموصل، صباح الخير. أم عبيدة حبيبتي، شكرا. طلعنا الملابس مال الشتاء اليوم، فرحانين. صوتي واضح طبعا، نسيت أسألكم هذا السؤال المهم. صوتي واضح؟ بس شفنا الأمطار شتينا، طلعنا ملابس الشتاء نحتفل. قطر الندى، بلال يسعد صباحك حبيبتي. ديدا، صباح الخير من الجزائر، احبك كثير حبيبتي. ساسي، آلام الظهر عند النساء، لازم اول شيء نستبعد انه مشاكل في العظام وفي العمود الفقري، وثاني شيء نشوف اخاف اذا فوق او اسفل، اذا اسفل وجع الظهر نشوف اخاف التهابات، مشاكل في المجاري البوليه. زين عزيزي، احيانا قله فيتامين دي. بعد من نشوف، صباح صباح ظاهر، صباح الخير. ياسمين صباحو. ام تاره، صباح الخير. دكتوره شيماء حبيبتي، صباح الخير والورد عليكم على الاهل، سلمينا هوايه. لولو كوين حبيبتي، مشتاقه لكم حيل. نرجس قاسم، صباح النور. خالد المطلق، useful information given as our friend. Okay, thank you. I try to give you the best. ديدا منصور، نعم صوت واضح، شكرا. ماهر، صباح الخير للجميع. العمدة ياسر الهواري، صباح الفل عليكم جميعا. عبد المجيد، السلام ثلاثة، صباح الورد. شكرا. نرجس قاسم حبيبتي، مشتاقة لكم حيل. ديدا منصور، أحب الألوان، شكرا. إسلام صباحو. وسن صباحو. زينب من الجزائر، شكرا حبيبتي. علي أبو عبد الله، صباح الخير. محمد علي، صباح، أحلى صباح عليكم. أم سفيان، أريد ما أنسى أي اسم، ألحق قبل لا تكثر التعليقات. أسلم عليكم كلكم. دولفان، جود مورنينج. زهرة الأرجوان، صباح الخير. سألتك وجاوبتي، عندي قرحة رحم وكاوية قبل 14 سنة، ممكن أكتب مرة ثانية؟ أكتبي حبيبتي زهرة الأرجوان حتى نشوف السؤال مالتك ونجاوبك بإذن الله. منة الله، صباح الخير. وردة أمل،
غادة قدري حبيبتي، حبيبتي أنت صباح النور، أحبك. حمامة السلام، صباح الخير من العراق، عراق السلام عليكم، تحياتي والحمد لله عندكم نت، لأن أنا بصراحة زعلانة هواية وما أقدر أقدم، قلبي موجوعة اللي يصير بالبلد، وهذا من هنا أوصل صوتي للعالم كله اللي يصير في العراق. تظاهرات سلمية ضد الفساد، جوبهت بالقمع وبالرصاص الحي. أنا ما أحب أدخل بالسياسة، بس أحب أوصل صوتي من هذا المنبر للعالم كله، انصفوا العراقيين، العراقيين يستحقون حياة أفضل، ما طالبين شيء، نريد الأمان، نريد الحياة السليمة، نريد الخير لنا ولكل العالم. تحياتي للكل حبايبي، أطر الندى حياتي طيبة الكروية، أم صفيان صباح البرد والنور. يا ريت خلينا نشوف البرد، احنا عادة بالخليج الشتاء مالنا يصير مثل الربيع، يعني ما نفتح صوبات وتدفئة، بس نفتح بس نطفي التبريد، بس الأمطار اللي هسه أريد أشوفكم إياها والأجواء روعة 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 روعة، فحبيت أوثق هذا الشيء لين ما يتكرر. سوسن فاضل صباح الورد حبيبتي، حبيبتي تسلمين. قدوتنا محمد صباح الورد، شكرا نوركم هذا. ديدة التلقيح ضد الزكام، أنا حامل للشهر الرابع، الطبيب كتبه لي. ماكو مشكلة، اللقاح الوحيد هو ولقاح القزاز، نقدر نطيف الحمل، بس طبعا مو أي وحدة، يعني احنا نحاول لأنه شوي يسبب لنا سخونة خفيفة حرارة. فإذا أنت من النوع اللي مناعتك قليلة أو تسافرين مثلا مكان فيه زحمة ومعرضة للالتهابات أو للإنفلونزا العفو، فتقدرين تاخذي. حبايبي أبو محمد شكرا، زينب التميمي صباح الخير نوركم. أي والله توهد خان بعدني أنا موجودة في الإمارات، صح غبت عنكم فترة لظروف معينة، وإن شاء الله بعد ما أغيب عنكم. ديما محمد صباحك، صباح المطر الحلو حياتي. أحبك. صباح ظاهر حلو علي اللون، شكرا شكرا، خوش تنسيق. خلي أشوفكم. شفاء ابراهيم سلام عليكم حبيبتي، يسعد صباحك. ضياء الزيدي صباح الخير. ام عبد الله تحياتي. العمده ياسر اهلا وسهلا. يا مهدي ادركني صباح الخير. ام ايمن حبيبتي. ابو علي اهلا. اريج عبد الله ابو غيث اهلا وسهلا. ضياء الزيدي صباح الخير، يسعدكم يا ربي. العمده ياسر تفضل سؤالك. سعد الموسوي صباح الخير، أنا بالإمارات بالشارقة. أم يوسف آيات ست الدنيا، سوسن كريم، ديمة محمد صباحك وصباح المطرح وسلامات لعراقنا وشامنا الغالين. إي والله سلامات على الأمة العربية كلها، آمين. ديدة وعد الحسيني كيم عبد الله أبو غيد. هاي والله شو نسوي، زهرة الأرجوان عندك قرحة كويتي قبل، ممكن أكوي مرة ثانية لأن جربوا جميع الأدوية وماكو فايدة.
الكوي البارد حبيبتي إلى أسباب، إذا كانت عندك قرحة مزمنة واحتمال ما كويتي زين بالبداية وسويتي مسحة عنق الرحم ما فيها مشاكل ونظيفة وسويتي تحليل مال الالتهاب مسحة للبكتيريا وتعالجتي وشفتي أهم ماكو فايدة وضارتك وإفرازات كثيرة ومؤذيتش، تقدرين تكوين خاصة إذا فترة طويلة بين كوي وكوي، وكوي بارد لازم. وعد الحسينة، شنو اللي يساعد على ظهور نبض الطفل؟ حبيبتي نبض الطفل هي مرحلة، يطلع الكيس الحمل وبعدين يطلع نبض الطفل. لازم نعرف الأسباب إذا صايرة عندك إسقاطات سابقة. أحياناً نعطي أسبرين يفيد حسب الأسباب، وإن شاء الله ندعي من رب العالمين هم الدعاء هو، لأن هاي المرحلة كلش خطرة بالبداية. حمامة السلام النت ضعيف أكيد متوقع. أبو محمد، نشأة العبادي، طوق الياسمين، ياسمين جوري، ما هو أسباب توسع قنوات الحليب وعلاجه؟ أرجو الرد. أسوي تحليل هرمون الحليب، إذا عالي تأخذين هي هاي الحبوب مالت الحليب تخفف لك القنوات المتوسعة. السبوير من الجزائر، صباحه وعد الحسيني، جاوبتك. أبو محمد، الشاكية، سوسن كريم، إذا تحليل دي إن إيه سبيرم فراجمنتيشن دي إف آي نسبته 23%، شو معناه؟ هل هو سبب الإسقاطات المتكررة؟ وشنو علاجه؟ الدي إن إيه فراجمنتيشن هذا آخر شيء يلجأوا له إذا كان عنده إسقاطات متكررة، لأن معناته أكو تشوه في الحيوانات المنوية هي اللي تسبب الإسقاطات. أكو رنج معين هو يعطيك إياه بالمختبر، فإذا شفتيه أعلى من الطبيعي معناته لازم يتعالج الزوج. موج البحر، همسات، خير، سلطان، محمد، يسعد صباحك، عبد الله، جوجو، سمير العامري، سنوات الضياع، عندك سؤال؟ أريد أحمل، كنت أبلع حب مانع ألماني لعدة سوى هذا الشهر، أريد أتركه وأريد تسوي جدول للولد. تقطعينه طبعا، تتابعين الإباضة وبعدين تقررين الحمل، لأن فترة طويلة صار لك تاخذينه. محمد رضا، فرح، عمدة ياسر، عند السؤال مشكلة في القدم اليمنى، الرجاء الرد. أنا طبيبة نسائية فما أعرف والله، لازم تراجع طبيب كتول. محمود كركوك، صباح الخير. أم محمد، ياسمين، شكرا. علاج الهرمونات أم محمد، اسمه ديان، إلى علاقة بزيادة؟ نعم طبعا، كل علاجات الهرمونات وحبوب المانع تسوي سمنة. ملكة بتواضعي، دكتورة صديقتي فاتتها الدورة وطلع حمل بالأسبوع الأخير، بس دخلت ويا بتها للرنين، هل يأثر؟ إن شاء الله ما يأثر. لا، صباحك سكر، شمس الحياة، السبور صباحه، أمل عدنان، حياتي، تحياتي إلك، مشتاقين. أمل هم عندكم مطر هيك مثلنا؟ ها؟ احنا اليوم الأول يوم نحتفل بيه بالشتاء بالشارقة بالإمارات. نزناس، مرحبا. كريم سالة، في الشهر الخامس أي حلو السؤال، الرياضة اللي مسموحة للحامل بصورة عامة طبعا بعد الشهر الثالث هي الايروبيك، اللي هي الحركات البسيطة، السباحة. زين، بقية الرياضات ما ننصح بها حتى لا تتأذى. الشاكية للباري، صباح الخير. جنات النعيمي، عندك اثنين بنات وبنت صغيرة عمرها 4 سنوات، يقولوا إذا فرق 4 أو 5 يتغير جنس. لا حبيبتي هذه خرافات، ماكو هيك شيء، كله بيد الله الجنس. تلقيحات الحمل هل ضرورية؟ شوفي عزيزتي، هي التلقيحات اللي بالحمل اللي نعملها هي فقط لقاح التوكسويد تيتانوس اللي هو القزاز. طبعا بالبلدان اللي يصير بيها الولادات بمكانات قرى نائية وهذه يفضل يسوونها، بس احنا بالامارات مو روتين ما نعمله. ست الدنيا، حياتي، تسلمين حبيبتي.
أني جميلة بروحي وبضحكتي وسعادتي أنتم. أني أشوفكم أكون سعيدة وأفرح وأحس أنه يعني أقدم لكم فتشي حتى لو فت تفاؤل، صباح جميل، معلومة طبية، فمن أشوفكم سعيدين أنا أكون سعيدة. سو سانزوبير صباحو، ليمار حياتي، زهراء، فلاورز، إسلام. أحاول المشيمة النازلة بأشهر الأولى ترتفع طبعا 95% بالشهر السابع أو الثامن، راقبيها. تقى دعاء حبيبتي مليكة بتواضع. شنو سؤالك؟ ما أعرف جاوبتك ولا لا. عندي التهاب أخذ علاج فترة هم يرجع. فلور فلور تعالجين أنت وزوجك. أوكي. زارسان شو علاج كيس الدم على المبيض اليسار؟ تنصحين علاجه هرموني أو عملي وهل يؤثر على الحمل؟ طبعا كيس الدم هو صعوبة يختفي، بس يعتمد قرار العملية على حالتك، على عمرك، على الأعراض اللي تصيبك، تريدين حمل أو ما تريدين، حجم الكيس نفسه عامل لك أعراض وآلام، فهذا كله تحدد الطبيبة المعالجة حبيبتي. أم منسف صباحه أحمل وعندي تكيس مبايض، إيش الحال؟ تكيس المبايض هي هاي مشكلة العصر، شلون نحلها؟ لازم تراجعين أول شيء اللايف ستايل، وزنك تحافظين عليه، تاخذين علاجات منشطة، تكبر البيضة طبعا، بس لازم طبيبة تتابعك، لأن يعني تكيس المبايض يصير ضعف بالمبايض. زينب هلاو، أم عمر هبو، زينب عبد السبور، شو رأيك في حقن البلازما؟ حقن البلازما وين؟ لأن هسه ما شاء الله صارت صرعة، البلازما ينحقن بكل مكان حتى بالوجه، المناطق الحساسة. وين يعني حبيبتي؟ شو الأسباب تكيس؟ وديها دكتور تعالج ورا كم شهر بس يخلص العلاج ويرجع التكيس. التكيس ملازم حبيبتي، ما حد يعرف أسباب، بس على الأكثر يقولون هي جينات. صار حمل عنقودي وصار اسقاط كم مرة، اسوي تحليل اخر طفل طلع صفر، هم يحتاج اعيده تحليل واحد المفروض خلال 6 أشهر التابعين تعيدينه مرتين يطلع صفر، هاي هي تقدرين تحبلي. اذا من فوق حبيبتي هاي التشنجات لان قلة حركة طبعا، ويصير تشنجات بالعضلات مع العمود الفقري، فاكيد يعمل الم اذا فوق ما يخوف. احاول امشي بسريع. شد الورد حامل وعندي عقده بالرحم، اقدر اشيل عقده مع الولاده؟ حبيبتي حسب العقده، احنا عاده بالعمليات ما نشيلها، لكن اذا هي برانيه مثل الشامه وقدامنا بالعمليه نقدر نشيلها، اما صغيره نعوفها. الابره التفجيريه لها تاثير؟ لا ابدا ام يوسف ما لها تاثير، وعادي تقدرين تاخذينهم. وما عندك اطفال نور الصباح 12 سنه وما عندك اطفال وعندك تكيس، عندك واحد من الحلين، لان العمر دا يمشي، يا اما تسوين عمليه وتسوين كوي للتكيسات وهي مفعولها 2 سنين يبقى، يا اما تروحين قبل اطفال انابيب وللتعبير راح روحك. ايشان الصالحي تاخر الدوره عندي كل شهر 5 أو 10 أيام من اخذ حوزين من اتركها تتاخر. هلا الاطفال مستمتعين. تبدي تطلعين لايف؟ تعالي يلا. هذا فيسبوك. سلمين؟ هاي تعالي انتي يا حلوة. سوي لهم هاي. هاي بس احنا ملابسين، نروح نلبس ملابس حتى لا نتمرر. فرحانين بالمطر؟ ها؟ أنا أحب المطر. أنتِ تحبين المطر؟ أنتِ تحبين المطر؟ حبيبتي. يلا روحي البسي ملابس حتى لا تتمررين. نشوف شد الورد، حكينا على العقدة شلون. المشيمة تتراقبيها حبيبتي، تراقبينها. راح نتمشى ونحكي لأن يعني
وقف المطر هسه. نور صباح تروح تسوي اطفال انابيب اذا سوت العمليه والكوي. ريما مرحبا. فلور الفلاش احيانا يسبب التهاب؟ لا، يسوي تحسس الفلاش احيانا، يغير النوعيه. علي علي مرحبا. دعاء فدوى للحلوات، شفتوهم شلون يحتفلون بالمطر. زينب بس الولد يصير يموت بالحمل لازم تشوفين احتمال في امراض وراثيه تصيب جنس المولود هي تسبب الاسقاط او وفاته داخل الرحم. ريما العمار، شوف اكو فرق، تقول عندي التهابات قبل الدوره تصير، اكو فرق بين انه يصير عندك التهابات وفرق بين الافرازات. انتم مو كل افرازات يعني معناتها التهابات، تمام؟ مو كل افرازات هي التهابات. شلون نعرفها؟ شوف اعراض تصير وياها، يتغير اللون، فيها ريحه، فيها الام، هاي التهابات ولازم طبعا بالفحص. مروه منصور العمليه طبعا مفعولها سنتين، انا قلت مفعولها سنتين ويخلص ترجع التكيسات، فانت لازم خلال هاي السنتين تحبلين او شوفي شنو الغايه من عندها، ليش سويتي العمليه؟ لازم تخلصيها خلال هاي السنتين. صمتي تريدين تسوين عمليه رفع رحم بس خايفه منها، هم بها اضرار؟ حسب حبيبتي حالتك، الطبيب اللي راح يسوي لك العمليه، فلا تخافي من عدم، ماكو اي عمليه بسيطه بها اضرار، بس يعني لازم ايد ماهره ولازم انت فعلا تحتاجينها هاي العمليه. طبعا رضا الله، هل يمكن متابعه؟ هذه كلش مهمه النقطه حتى افهمكم اياها. علاج الاسنان مو ممنوع خلال الحمل، عادي تقدرون تتعالجون، ماكو اي مشكله. زين بالشهر السابع طفلك قاعد عادي، تنتظرين للتاسع يفتر. الامراض كيف طبيبتك تحدد لك نوع التحليل اللي تسوي؟ عيشان صار شنو على مود الدوره تتاخر؟ خلي اقول لك عيشان، انه الدوره تتاخر اسبوع تتقدم اسبوع هذا شيء طبيعي، لا تخافين. اذا ظلت لازم تسوين تحليل هرمونات، وعلى ضوء تحليل الهرمونات نعرف اسباب التاخير وعلى ضوء تقديم العلاج. اليسام موسى تقول الابره في الظهر اللي هي الولاده المسكنه اللي بدون الام ما بها اضرار، واذا حالتك تحتاج عادي اخذيها وحلوه وتتونسين بالولاده، يعني تخفف لك الالام هوايه. لاني صباح الخير. كم اسبوع الولادة؟ يفضل دائما الولادات تكون بعد الاسبوع الثاني، يعني تقبطين اسبوعين في الشهر التاسع. ليش؟ الرئة تكتمل بهاي الفترة حتى ما يدخل حضانة. ريما ما فيها حكة خفيفة، حكة خفيفة كل عادي، هذه حبيبتي افرازات طبيعية تسبق الدورة. شكرا رضا الله. شمس اريد اطفال توأم. التوائم تصير اما وراثة في العائلة عندكم توائم، يا اما انت تاخذين منشطات، بس طبعا انا ما افضل الا مراجعة الطبيبة هي تشوف لك عندك التصاقات شنو الحال وكيف اعالجها. الالتصاقات ما تتعالج الا بالناظور، عملية جراحية يفتحوا لك الالتصاقات. بشرى شكرا. بطانة الرحم بالنسبة للعروس المهاجرة تارزان 26 سنة، عملية منظار حسب حالتك، حسب حالتك إذا مسببت لك آلام هجرة بطانة طبعا هذه هم نفس الشيء، بعد إذا موجودة ما تروح، حسب الحالة تريدين حمل، عندك آلام، الكيس الدموي موجود، الطبيب هو يقدر العلاج. مساعد السكر اقدر اخذه؟ عندي سمنه بسبب الغده. انت قلتي حبيبتي عندك غده درقيه هي تسبب السمنه، فيفضل علاج الغده الدرقيه وشوي اشتغلي على حالك، رياضه ونظام غذائي وتضعفي. تضخم بالرحم حجمه 20 يتعالج
يعني ما يخوفش قد عمرك. احنا طبعا شمس الشتاء بعد الـ40 يخوف، 20 نسوي لهم كورتاج. زوجك طبعا زينب يقدر يسوي تحاليل دكتورة. لقاح الرئة ضروري، حتى أفهمك هلونة العبيدي، ماكو لقاح الرئة، هي أبرة كورتيزون يعطوها إذا وحدة معرضة الولادة مسبقة، أبرة مال كورتيزون زين، الدكسة أو البيتاميثازون يعطوها حتى تنشط الرئة. شهد ريمة أني يعني تقريبا راح أروح، طلبوني بالعيادة زين، عندي مراجعين، قصدي مراجعات. زين، استودعكم الله والتقيكم مره ثانيه، واتمنى لكم الخير والسعاده والصحه والسلامه والامان. واخر نظره لشوارع دبي وهي مبلله والمطر، شوف المطر، الاجواء الجميله، السيارات والزحمه، طبعا نظام والناس تمشي ببطء بالزحمة، يخافون من الحوادث طبعا. للعلم طبعا الطو عطلة للمدارس حتى لا تصير حوادث، لأن الأمطار جديدة وكانوا متوقعين، يعني الأنواء الجوية رصدت هذا الشيء وتوقعوا أنه راح تكون أمطار، وقفوا المدارس والكليات هذا اليوم حرصا على سلامة الناس. شوفوا، تحياتي للجميع وألتقيكم مرات ثانية إن شاء الله. باي باي.